هذه سيدة تقول: أختي تسكن معي فليس لها عائل غيري، ولكنها لا تحتجب من زوجي، وإذا حدثتها في ذلك تقول إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما الحكم في ذلك؟ عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك، وعورتها بالنسبة للمحرم هي ما بين سرتها وركبتها، والمحرم هو الذي يحرم نكاحه على التأبيد كالأخ والابن، أما من يحرم نكاحه مؤقتا فهو أجنبي، وذلك كزوج الأخت فإن نكاحه لها مؤقت وعليه، فيجب على أخت الزوجة أن تتحجب من زوج أختها ما دامت على ذمته، والله أعلم.